خلافاتهم كشفت قبح أخلاقهم وعدم وجود دافع لخيانة الوطن سوى مصالحهم الشخصية ومصالح من يمولهم. أيمن نور اللي داير عمال يقص في الناس ويأكل مستحقاتهم ويرفض ويعين وأنا ربكم الأعلى، ماشي، اتحرج بقى شكله قدام الناس كده، هو يعني شكله وحش قوي يعني بنا. فالمهم لما بقى شكله وحش راح رد كده، اخد حبوب الجراءة ماشي، وراح داخل في معتز، راح قال له معتز انت ما ينفعش تقول كده وانا اللي مسؤول وانا اللي مش، قال له لا يا حبيبي تعالى بقى ده انا شريكك في القناة. طبعا راح معتز، عشان بس اعرفكم ان ايمن بيخون اللي بياكل معاه عيش وملح. مجرد ما معتز مطر خرج من الأوضة، راح ايمن قال للناس اللي في صالة التحرير، قال لهم ده مجنون، ده انا عرضت عليه يروح لدكتور نفساني، ده انا هخليه يروح لدكتور نفساني، ده مريض نفسيا، ده مش عارف ايه. حتى معتز مطر لما من هوريكم دائما هو في صف الباطل ولا يزال حتى اليوم. ربما اوهموا البعض لفترة من الوقت بانهم على كلمة واحدة، ولكن المواقف كشفت ان قلوبهم شتى. تركيا اللي بيرأسها اردوغان حوالي 100,000 سيدة بيعملنا في البغاء. لا يا اختي اتقي الله، اتقي الله، ازاي تقولي كلام زي ده؟ وبعدين تقولي ان اردوغان بيسوق العلمانية المغلفة بعنوان من الاسلام؟ لا والله، لا والله، واشهد الله وانا بقالي 4 سنين وشويه اهو في تركيا ما شفت هذا الكلام. الاستاذه ايه الله، وانا بسميها ايه الله لانها خلاص عامله نفسها مرجعيه بتتكلم في الدين وفي الشرع وفي الاقتصاد وفي السياسه وفي كل حاجه. والحقيقه الذي يدرك انه يتحدث في كل شيء ويحيط به جامعه هو حاجه من الاثنين، اما انه الشيطان ابليس هو اللي بيتكلم في كل حاجه. استخدموا الغمز واللمز ضد بعضهم البعض، ثم تحول الأمر إلى الاتهامات المباشرة بينهم بالخيانة والعمالة والتبعية، رغم أنهم كلهم كذلك. سليم عزوز ده بقى إيه قصته؟ ده واحد اسمه ورد في الكتاب الأسود اللي أصدرته، كتاب أسود. ليه أسود؟ من كتر الأرزقية والصحفيين اللي بياكلوا على كل الموائد اللي موجودين في الكتاب ده. فأنا رسالتي لعزمي أنطون بشارة أقول له أنت واحد من شلتك اللي هو سيف عبد الفتاح الذي لم يساند تركيا المسلمة بكلمة واحدة في أزمة الليرة، راح الحكومة التركية اللي عنده عاوز الجنسية اللي تفضل وأعطوه الجنسية التركية. مع مرور الوقت تكشفت نواياهم وأصبح واضحا للعيان أن فتات ما يكسبونه من خيانة الوطن لن ينفعهم يوما ما.